فيها نقطة مهمة جدا، وقناع الزوج نقطة تحفظ على المشاكل. زي اللي انا هقول لك برانش اسمه دي برانش اوف ترانسفيرس سيرفايكال ارم اوف سايرو سيرفايكال ترانس اوف فيرست بارت اوف سايكل. اكمل ولا كفايه؟ كفايه. لازم تشوف انا حسرق موضوع النهارده ازاي. لازم تبقى اقوى منه. واحده واحده بقى مع بعض. الحصه اللي فاتت احب افكرك بهدف الاول. كنت برسم الضلع رقم واحد اول. عارف كونك ترسم الضلع رقم واحد؟ يعني انت قريب قوي من الرقبه. خلاص الرقبه يا دوب فوقيك، يا دوب حاجه بسيطه. طالب سنه اولى طول السنه لو استخدم شريان في الرقبه، هو الشريان احنا مثبتينه اسمه سبكليبيان ارك. اهو السبكليبيان ارتري اهو. الحصه اللي فاتت الارتري ده كان بيمشي على سطح الفيرست ريب، صح؟ فعلا بيمشي على السطح بتاعه اهو. حد فات الخط ده يمثل ايه في الفيرست ريب؟ الاوتر بوردر. اول ما الارتري ده كان بيوصل للاوتر بوردر بتاع الضلع رقم واحد كده الارتري خلص. كده ما عادش في حاجه اسمها سبك ليبيان. خلاص الارتري خلص. خلاص هو يا جماعه معنى ان الارتري خلص انه اتقفل. مين قال كده؟ الارتري يكمل يدي شريان جديد، والشريان الجديد اما يخلص يدي شريان جديد. ما يا جماعه دوره دمويه واحده، لازم كله يسلم بعض. عارف كده السبك ليبيا لما خلص ادى ايه؟ ادى شريان. مشي في الحته دي وقلت الحته دي اسمها اكزيلا. كان امر طبيعي اسمي الشريان اكزيلاري ارتري اهو. الاكزيلاري ارتري اهو ده انه نازل وفرحان بنفسه بقى جوه الأجزلة، وبتسمي على اسمها أجزلة بأرتري لغاية ما وصل لعضلة موجودة في الأجزلة، وتحديدا كانت موجودة في الأجزلة من ورا العضلة السوداء دي، كان اسمها تيرس ميجور. مطرح ما العضلة خلصت الشريان خلص. شفتوا يا جماعة عمالين ناخد شرايين ونخلص. بدأ بواحد اسمه سبك ليبيا، أصبح أكزيلاري. قلت لك ساعتها ما دام انت وصلت الاكزيلا قصادك حمل من اتنين ما لهمش جانب. انا يا جماعه موجود في الاكزيلا والاكزيلا خلصت، لانزل ادندل من الاكزيلا؟ وده بصراحه غير مقبول خالص منطقيا، يعني لان مفيش حل تاني. يا اما بالغصب عني ادخل فين يا جماعه؟ الارض. وقلت اي حاجه في الارض بتاخد لقب بريكيال. فعلا اول ما الشريان وصل الارض
غير اسمه الايه يا جماعه؟ بريفيا الاكتر. ده كان كلام الحصه اللي فاتت. النهارده انا عايز اذاكر وليد دايما مع الشريان، ما دام الشريان اسمه أبزلة الأرطري يبقى الوليد اسمه أبزلة لبيه. ايه اللي مش مصدق؟ ان في وليد اسمه أبزلة لبيه. امال احنا خدنا محتوياته في الأبزلة ازاي؟ ايه اللي مش مصدق؟ ان في بيه اسمه أبزلة لبيه. امال الحصة اللي فاتت درست علاقته بالأرطر ازاي؟ هو يا جماعة بما يرضي الله البين نفس اتجاه الأرطر ولا عكسه؟ اعكس الله بس. هو ده مش انت في الشريان كنت بتمشي كده؟ يبقى الوالد يمشي كده بس بمنتهى الاختصار. يعني ابدا اشرح من فوق ولا ابدا اشرح من تحت يا جماعه؟ من تحت. يلا نعكسها سوا. هو انا كنت وصلت للشريان اسمه ايه؟ يبقى هبدا بوليد اسمه بريكلا. اول ما يوصل عند عضله الكيرز ميجور هيغير اسمه الوليد اسمه ايه يا جماعه؟ اكزيلر. واول ما الاكزيلر يوصل عند الاوتر بوردر اوف فيرست ريب يغير اسمه الايه يا شباب؟ نسبت. والله ما عملت حاجه خالص خالص بشرط اكون مذاكر الاوتر كويس. انا كل اللي انا طلبته اركز الاوتر، ما طلبتش حاجه خالص. تخيل بقى ان انا مش مذاكر الاوتر خالص. لا كده انا صعبتها على نفسي خالص بصراحه، يعني كده صعبتها جدا على نفسي. بس بصراحه المشكله الوحيده اللي عندي، يلا كده يا جماعه كلنا مع بعض، هو انا بدات بوليد اسمه ايه؟ اصبح وليد اسمه ايه؟ والاكزيلري اصبح للاسف الشديد مفيش وليد اسمه بريكيا. دي الضربه بصراحة يعني. كده انا هديت لك كل حاجة. لا ده احنا نتفق. من هنا ورايح مفيش اوردة على اسماء الشرايين. خلاص. كان عهد وخلص. هتقول لي يا دكتور ما انت خدت اكزيلاري ارتري وقلت كان في وليد اسمه اكزيلاري بيه. ما هو ده كان اخر العهد يا جماعة. يعني يا دكتور لو اديتنا شريان اسمه الر ارتري مش هيبقى فيه الر بيت؟ لا. طب ريديال ارتري يا دكتور؟ مفيش ريديال بيت؟ لا. خلاص ما عادش فيه اورده بنفس اسماء الشرايين تاني لغايه ما نخلص الامر. طب ما انت كده في مشكله رهيبه. انت عايز وليد هنا دلوقتي. هو المفروض الوريد ده يا جماعه كان اسمه ايه؟ المفروض كان اسمه بريكيا. بيبدا بحرف ايه؟ ايه بي. ربنا بيخلق مكان وريد برضه بيبدا بالبي. طب ما دي حاجه كويسه يعني. وهناخده بالتفصيل المرحله الجايه. بس انا النهارده عايز اللي يمشيني. الوريد بيبدا بالبي اسمه بازيليك. ايه يا دكتور الاسم ده؟ ولا حاجه. معظم دم الطرف العلوي بيبقى في الوريد ده. يبقى هو الاساسي. مش كلمه اساسي يعني بيز يا جماعه؟ خدنا من كلمه بيز وسمينا الوريد ايه يا شباب؟ بازيليك. طب ما تقول لنا يا دكتور برضه كلمه عليه توضحه اكتر ونأجله بقى لغايه ما ناخده بالتفصيل. حاضر. زمان خدت وليد طول القبر كله
بس كان ماشي على الاترال سايد بتاع القمر. اطلع كده معايا لو سمحت، اطلع كده معايا على الاترال سايد. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه على الاترال سايد مع بعض. في الاخر وصلت الرقبه ولا لا؟ وسميناه سيفاليك، وقلت ان كلمه سيفاليك يعني رقبه، وقصاد عينك وصل الرقبه اهو. ده اخو السيفاليك بالظبط. بس فرق واحد، السيفاليك كان على اللاترال سايد يا جماعه، هو على الميديال سايد. لو سمحتوا تطلعوا معايا على الميديال سايد. يلا يلا يا جماعه نطلع سوا على الميديال سايد، بس بالراحه اطلع على الميديال سايد معايا لو سمحت. هو انا يا جماعه لو خلصت الميديال سايد الاقي نفسي في الرقبه ولا في الاكزيلا؟ مش قلت لكم بيكون الاكزيلا لفين؟ ما ده امر طبيعي. وهذا الوريد يسمى باسيليك فين. كده ناجله بقى لغايه ما نعرف معلوماته كامله، بس اللي انا قلته ده مقنع تماما يخلص الموضوع. يبقى النهارده اول حاجه انا خدتها، خدت وريد عكس الشريان، واكيد عكس الشريان، ويستحق لقب اكزيلاري ايه يا جماعه؟ تعالوا بقى نشوف هناخد ايه دلوقتي تاني. كامل التركيز معايا في النقطه دي، اوعى تهرب منك يبقى انت بتستعبط. هي العظمه دي اسمها ايه؟ اسكت بقى. هو انا لو رسمت رسمه اعرف ان انا راسم الاسكابيولا من ورا ازاي؟ بالشوكه دي اللي اسمها اصبر. الشعب كله يعرف ان الحته دي اهي بتستقبل الراس بتاعت عظمه الهيومرس اهي، وده يبقى مفصل. سميناه زمان مفصل الكتف، سميناه شولدر جوينت. تعالوا اشتغل. بدأت بالراحة خالص وما تاخدش الأمور على أعصابك. بدأت أرسم الاسكابيولا سيمبل جدا بدون تعقيد خالص. أنا كده متأكد إن أنا رسم الورق؟ لا، عشان أتأكد لازم ارسم السباين الاول. لا كده انا متاكد تماما ان انا راسم منين يا جماعه؟ من ورا. واحده واحده بقى مع بعض. المكان ده بما يرضي الله فوق السباين ولا تحتيه يا جماعه؟ فوقيه. يبقى اسمه سوبرا اسباينس فوسا. سوبرا يعني فوق، اسباينس يعني فوق الاسباين، وفوسا يعني مكان. الحصه اللي فاتت خدت اسم الحته دي كانت تحت الاسباين، يبقى اسمها انفراسباينس فوسا. يا ترى لو انا في السوبرا سباينس فوسا يا جماعه وحبيت انزل وانا نازل، هتبقى المشكله عندي في مين؟ في السباين. لولا رحمه من ربنا خلق حفره موجوده في السباين.
مكان الحفرة اهو بالظبط. اسمك ايه يا حفرة؟ قبل ما اقول لك اسمها الاول اقول لك اسم الحتة دي. مش الحتة دي يا جماعة بتستقبل الراس بتاعت الهيومرس؟ اسمها جلينويا. كلمة جلينويا دي يعني مقعر، وهي مقعرة. يا اخي انت وضميرك بقى كده. الحفرة ما بين السباينات ميديالي وبين الجلينويد ايه يا جماعة؟ لاترالي. يبقى اسمها سباينو جلينويد نوتش. سباينو يعني سباين، وفعلا السباين اهو، وجلينويد الحتة اللي بيدخل فيها راس الهيومرس، وكلمة نوتش يعني حفرة صغيرة، وهي صغيرة فعلا. مفيش منطق كده أكتر من كده في الاسم. حسب أنا فين سميت نفسي؟ بين السباين والجلينويد أصبح اسم سباين وإيه يا جماعة؟ جلينويد نوتش. طب مين شاطر يقول لي زيادة؟ أمال الزاوية دي كان اسمها انفيريور انجل. متفقين يا جماعة؟ هتدر على الله على خيرة الله؟ كنت بس عظمة الهيومرس هنا حقيقي، وفعلا رسمتها الحصة اللي فاتت، وقلت لك إن دي الأكسلة من ورا. ما دام الأكسلة يبقى في شريان اسمه أكسلة اللي كان بيتقسم لثلاث أجزاء، والجزء ده كان اسمه سيرد بارتو اوف اكزيلاري ارك. هو اللي كان اسمه سيرد كان بيدي كام درجة؟ تلاتة. كان فيهم واحد يدنه نازل على البوردر اهو لغاية ما يوصل للسكابيولا من تحت. من شاطر يقول ما دام وصل تحت الاسكابيولا يا جماعه امر طبيعي اسمي الشريان ده يا شباب سب اسكابيولا، زي ما خدنا الحصه اللي فاتت. امر طبيعي جدا ان الشريان ده يبقى اسمه سب اسكابيولار ارتري. اللي ذاكر هو السب اسكابيولار ده يا جماعه مش كان بيطلع منه برانش عامل كده او بيلف؟ حد فاكر البرانش ده كان اسمه ايه يا شباب؟ سيركمفليكس اسكابيولار. اهو انا كده بما يرضي الله قلت حاجه جديده يا جماعه. انت يا دكتور عمال تغني في الحصه اللي فاتت ضروري، تعالى بقى نبدا الشغل بما يرضي الله. رقبه سعادتك فين في الرسمه؟ والله يا دكتور انا مش عارف فين بالظبط، بس انت كده فوق يعني. خلاص اوكي اوكي. وقل طالب سنة أولى طول السنة لو استخدم شريان في الرقبة دائما وأبدا هو شريان يسمى سبكليفيان أرتري. أهو ما عملتش حاجة معجزة يعني، وخدت في الصورة ان السبكليفيان ارتري ده السنه الجايه بيتقسم ثلاث اجزاء. ازاي مالكش دعوه؟
بس اكتر حته ميديال كنا بنقول عليها فيرست بارت، الحته اللي في النص سكند بارت، واكتر حته لاترال بنقول عليها ايه يا جماعه؟ سيرد بارت. والله العظيم بمنتهى الضمير الحي انا ما جبت جديد. الجديد جاي بقى السنه الجايه، هناخد ان الفيرست بارت ده بيطلع حته برانش التخن ده، ما شاء الله برانش رهيب. هو احنا يا جماعه اتفقنا قبل كده اما البرانش يبقى تخين بقول عليه برانش ولا ترامب؟ يبقى الارتري ده اسمه ترامب. يعني يا دكتور لو حد سالني اسمه ايه؟ اقول له ترامب وامشي؟ لا طبعا. طب هو في الرقبه ولا مش في الرقبه؟ في الرقبه. يبقى اسمه سرفايف. سرفايف. السنه الجايه هناخد ان الشريان ده بيعمل شغل رهيب في الغدة الدرقية. هي الغدة الدرقية اسمها ايه صحيح؟ ثايرويد. يبقى الترام كده اسمه ثايرو سيرفايكال ترام. اللي سماه معلم بصراحة. أما لقاك خين قال اسمه ترانك حقه، أما لقاك في الرقبة قال اسمه سيرفايكر حقه، أما لقاك بيعمل شغل في الثيرويد جلاند قال يبقى اسمه إيه يا جماعة؟ سايرو سيرفايكال ترانك. هناخده بالتفصيل الممل السنة الجاية إن شاء الله. ترانك ده هيطلع منه برانش أهو. قررت اجيب واحد في كي جي 1 او عشان اكون منصف في كي جي 2 علشان يبقى درجه النضج عنده اعلى، وهقول له تعرف يا حبيبي تسمي ده هيستقر بكلامي ليه يا واد؟ سميه اسمي ايه؟ ماشي بالعرض ولا مش ماشي؟ ماشي. يبقى اسمه ترانسفيرس. موجود في اللعبه يبقى اسمه ترانسفيرس سيرفايكال ارض. شفتوا يا جماعه الترانسفيرس سيرفايكال طلع منين؟ ربنا يرضي الله. طلع من السبت ليبيا نفسه ولا من السايرو سيرفايكال؟ من السايرو سيرفايكال. الارتري ده السنة الجاية هيدي جلد رقبتك. هو يا جماعة بالمناسبة الجلد ده يعتبر حاجة غطسانة وديب ولا سوبرفيشال؟ خلاص يبقى البرانش اللي هيدي جلدي أمر طبيعي يبقى اسمه سوبرفيشال. بس خبرتي قالت لي ان اي حاجه في الاناتومي بتدي سوبرفيشال اكيد بتدي البرانش العكسي اللي اسمه دي اللي هيبقى بقى مستخبي تحت عضلات وشغلانه السنه الجايه. هو فين يا دكتور الديب برانش ده؟ هرسمه يا جماعه. الديب برانش اهو. ياه طويل قوي يا جماعه. هو انا جايبه من بيتنا؟ خدمة ربنا بعظمته. شفتوا يا جماعه البرانش نزل مشوار قد ايه؟ رهيب. اسمك ايه يا برانش بقى؟ واحده واحده. ده الديب ولا السوبرفيشال؟ الديب. اللي طالع منين؟
من ترابس فيرس سيرفايف. اللي طالع منين؟ من السايرو سيرفايف. اللي طالع منين؟ من فيرست بارتو او صحيح. بصوت عالي جدا وتوضيح الحروف. لا بلاش قرف لا بالراحه كده على مهلك عشان اسمع. كل الشعب يسمع الشريان واحده واحده وتيجي عند اوف وتقطع كلمه. يلا يا جماعه لو سالتك ده اسمه هتقول لي ايه؟ ها؟ لا السابع دي البلانش ايه؟ اوف اوف مين؟ اوف مين؟ اوف مين؟ فيرست بارتو صوتي. طب وبعدين؟ ما زلنا في السايرو سيرفايكال برضه. السنه الجايه هيبدا يطلع بلانش كمان. اهو المره دي بقى هجيب واحد في اولى ابتدائي لان ده عايز مدة اكتر شويه. سميه يا حبيبي الاخضر ده. ينفع سميه ترانسفيرس سيرفايكال زي ده؟ طب هو فوق عضمه يبقى اسمه سوبرا سكابولا. سوبرا سكابيولار. تعال نشوف هيمشي ازاي. اهو حد يقدر يقول لي كده دخل فص اسمها ايه يا جماعه؟ سوبرا سبايناس. السؤال هل يستطيع الوصول الى الانفراسبايتس ازاي؟ عن طريق السبايتوبرينويد بوش. وفعلا وصل اهو. الف حمد لله على السلامه. اهو وخلص الشغل. انا قلت لا سمح الله بيوصل عند الانفيديوال انجل. لو انتوا شاطرين صحيح انا شاور وسعادتك تقول لي اسم الحاجه اللي على السبوره ايه. لو انت شاطر صحيح مش قدام ما تقولش خلاص مساله امكانيات. اقول يا جماعه ولا اقصد حلقبه مش همشي بالترتيب ده. سيركمفيركس سكابيولا. صاب سكابيو صح. طب ده اللي بيتقسم لسوبرفيشال وايه؟ امال ده كان اسمه ايه؟ موجود في السوبرا سبايناس وفي كمان. عندي حاجه اسمها انستيموزيس الراوند سكابيولا. تشابك حول عظمه السكابيولا. الناس فاهمه التشابه غلط. هو يا جماعه المروحه دي لو عايزه تتشابك مع الشباك لازم يقابلوا بعض. اقسم بالله ده لو طلع من هنا سلك ومن هنا سلك وقابلوا بعض خلص رجال الاعمال اما بيروحوا يشتروا شركات والكلام ده ما يبقاش فاضي يشتري شركه. يبعت المحامي بتاعه يخلص الورق وخلصت اللعبه. هو اللي اشترى بس ما راحش. اوعى تفتكر ان عشان اتنين يعملوا انستيموزس لازم يقابلوا بعض ويسلموا على بعض وما يرضوش يسيبوا ايد بعض. خلاص احنا عملنا انستموزس خلاص اوكي اروح. لا مين اللي قال كده؟ ابدا. من شاطر يقول لي والمساله مساله عقل. خلاص المساله مساله عقل مش اكتر. المكان ده كان اسمه سوبرا سبايناس. بص عندك امكانيات
تسمح يحصل انستوزيس ما بين ايه وايه؟ واحد سوبراسكابيولا صح وديك براج. لا احب اسمع اسمه على بعض، انا بحبه، انا عايزه يا جماعه على بعض لما مش لاعب. اسمه ايه معلش على بعضه؟ ديب برانش اوف ترانسفيرس سيرفايكال ارتري اوف سايرو سيرفايكال ترانكو اوف فيرست بارت اوف سبكليفيان اوف. لا ما عادش لا هو ممكن نعمله اوف والله لو انت عايز يعني، بس الحمد لله كده رضا بلاش طمع. صح فعلا الانستوزيس هنا عادي، قال لي انه بيحصل بين اتنين. كلام رائع. نقول بقى معلم الانفراسباينس قصه، حد يقدر يقول اربعه يعملوا انستوزيس مع بعض؟ واحد سبسكرايب صح، اتنين سيركمفليكس سكابيولا مظبوط، ثلاثة سوبرا سكابيولا، أربعة ديب برانش اوف. خلاص خلاص عملنا وعرفناه بعلي. يلا أمال الأنجل اللي تحت كان اسمها إيه؟ ما عندكش فرصة غير يحصل أنستوزيس في مكان حاجة. اتنين السابسكابيولار وديب واضح؟ عشان انا لعبت صح، علشان انا عرفت الحاجه من اساسها. تخيل، لا لا انا مش باصص على رسمه بالارض بتاع كلام فاضي يا راجل اسكت. انا احفظ واعتمد على الامكانيات الحسيه وتغميض العين اساسي. السوبر سباينس قصه كان في انما في الانفرس ماينس اربعه وعندي الانفيريور انجل اثنين. انت كده مش فاهم حاجه. طب لو قال لك اهم مكان الانستوموزيس فين تقول له فين؟ لانه ما بين اربعه. لما محتاج يا جماعه شفت انا جبت الحاجه ازاي؟ بس يا دكتور انت كده قلت الانستوموزيس في ثلاث اماكن صح؟ سوبراس باين وانفراس باينس وانفيريور انجل، بس انت كاتب انه في اربعه يا دكتور. يا رب هتصور في مكان رابع. هو يا جماعه اسمه انستموزيس اراوند ذا سكابيولا صح؟ حد قاله انه لازم يبقى ورا السكابيولا؟ لا، ممكن يبقى قدام السكابيولا. حد فاهم؟ الحتة اللي قدام الاسكابيولا دي هي اس. بعمارة ما كنت بميل الاسكابيولا كده، المكان ده قدام الاسكابيولا ولا تحتيه سنة اسمه سب اسكابيولار فصة. ويبقى كده الاسكابيولا فيها ثلاثة فصة. عد كده معايا، سوبرا سباينس وانفرا سباينس، والمكان ده كله اسمه سب اسكابيولا فصة. هتقول لي مين الشرايين اللي هنا ده؟ معاك حق والله. مين الشرايين اللي هنا صحيح؟ سؤال منطقي جدا. طب انا هقول لك الاسكابيولا في جسمي عامله ازاي؟ المفروض انها كده صح؟ المفروض دي الاسكابيولا بتاعتي مظبوط؟ ايه رايكم؟ نشيلها. شلتها. حد يقدر يقول لي هلاقي ايه بعد ما اشيلها؟ هلاقي الضلوع، هلاقي السوركس من ورا. الدروع من ورا يعني كلاس اوف بعض ولا بينهم سبيسز؟ ما دام ورا يبقى اسمهم انتركوستال سبيسز
ولا posterior intercostal spaces posterior. طب السبيسز دي كان فيها شرايين اسمها posterior intercostal arteries بعمارة ما كان عددهم 11 ورقم 12 ما كنتش بقول عليه انتركوست كنت بقول عليه سبكوست. واحد يقول لك ايه اللي جاب البوستيريور انتركوستال ارترس هنا؟ نعم يا اخويا ما انا قلت لك شيل الاسكابولا اهو لقيت الضروب من ورا يبقى فيها شرايين اسمها ايه يا جماعه؟ بوستيريور انتركوستال ارترس. هو يا دكتور ربنا خلق الانستوزيس ايه؟ اه صحيح مكان كل واحد مع نفسه. هو ده مفصل مين يا جماعه؟ الشرطه بيتحرك كتير قوي طول اليوم بيتحرك. واحد مش عاجبك تبعد عندي بقى عايز تضرب واحد احمد تنادي على واحد المفصل ده تعبان. تتصور مع حركه المفصل ممكن يضرب على الشريان الاجزاء يقفل. اوعى تفتكر انه هيتقفل طول العمر، لا ده قفل مؤقت مع الحركه بس. كلمه مؤقت يعني ايه؟ تمبوري. وكلمه قفل يعني اوكلوجن. تمبوري اوكلوجن. طب ما لو الشريان اتقفل مؤقتا يا جماعه كده الحاجات اللي بيغذيها تتعب. ساعتها نعتمد على مين يا شباب؟ على الانستموزس. يبقى الانستموزس حلو. يبقى نشكر ربنا عليه بصراحه. لولاك كان الاجزله يتقفل قفل دايم ولا مؤقت؟ مؤقت. بس بصراحه انا بيحرق دمي في الانستموزس ده صح. مش عارف هو صح ولا غلط. طب هقول لكم واشوف رايه. بيقول لي ان ده انستموزس ب سيرد بارت اوف اكزيلري ارتري اند سب كليفيال ارتري. ايوه ليه؟ ما هي دي برانشات السيرد بارت ودي برانشات السب كليفيال. هما لازم يروحوا يسلموا على بعض يا جماعه؟ لا. يبقى التعريف مظبوط 100%. هو ما بيحرقش دمي ولا حاجه. شفت بص بقى الدكتور في الشفوي احنا بنطلع طيب بنقصده شويه عظم. بص اختار عظمه واسالك فيها. يلا يا عم ابسط يا عم. انت في لحظه واحدين عارفين ايه يا جماعه؟ العضلات اللي هنا على نفس اسماء الفصه. يعني اللي اسمها سوبرا سباينوس في عضله اسمها سوبرا سباينوس وهكذا. لسه هناخد يعني الكلام ده. فانت على طول دي وتبتدي بقى ترجع ظهرك لورا بواب متالق. اؤمر يا دكتور وصلك الوحش المعلم بتاع الدفعه كلها. اؤمر. يوم قال لك هي بتعبط يا حبيبي يا دكتور سكابل. طب رايت ولا ليفت؟ رايت مثلا. قول لي بقى ايه الانستموزس اللي حصل؟ لا حضرتك اللي. طب انا هقول لك العضلات. تبتدي بقى بعد ما فرقت بقى هقول لحضرتك العضلات يا دكتور بعد اذنك. ارجوك ابنك حبيبك وتجيب له بقى المجتمع والناس وكل حاجه. عزالي ما تعرفش الحته دي. انستموزس اراوند ذا سكابيولا. الحصه الجايه هنسمعها بس. لازم تديني الرسمه مع الاجابه. ايوه مش مهم الرسم في الامتحان. انما دي بالذات انا مش هقدر احفظه غير بالرسم بصراحه. أنا لو حد سألني فيهم من غير ما كنت أرسم كنت أعرف.
عايزك الحصه الجايه تقول لي رسمه ايه اللي انت فرحان بيها دي. شوف رسمه المعلم عن الله. ياما ناس جابوا رسم هنا يا جماعه. طبعا الرسم في الامتحان انت بتسمع مش بتقول لما تصوم البيت. يا واد احرقتني يخرب بيتك. ازاي الدكتور يرسم كده والطالب يرسم؟ الله حاجه روعه. وفي ناس بترسم الاسكندراني برضه حاجه روعه. طبعا الحلو ده وريه للناس. اربع خمس بالورق شايفين زميلكم يا جماعه عامل ايه؟ الصندوق بقى شايفين الصندوق عامل ايه؟ كومباريزون. اذا حزان وعايزك كمان تحب ده مش هان عليا شيل البسمه من على الصبور. طب نسمع اسم ده بس والنبي ده اقول بس اصل انا بحبه. اسمه ايه بس بصوت عالي بقى؟ اسمه ايه؟ جيب برانش اوف ترانس فيرس سيرفايكال ارتري اوف سايرو سيرفايكال ترانكو اوف فيرست بانكو اوف. بدل سمعت اتكلموا نص. يلا يا عم عبر بس عبر محترم قوي. اول خطوه في العبر لازم اقول اسمها ايه ونكدها فين. اتفقنا قبل كده لو انت ما عرفتش مكان العضله انت هتذاكرها ازاي؟ تتوقع الشيء ازاي؟ مستحيل. العضله كبيره عامله زي البتاع اللي بنلاقيه اول ما نطلع من باب الشقه ويبقى كله تراب وانا نازل على السلم متعمد اقعد امشي ادي عليه. عاوز اقول للعيال يا واد ده كل اطراف ده لا قرف بس اختلاف المره الجايه. تحدي اظن اسمه الترابزين منتشر. العضله اسمها ترابيزيس. يبقى كخطوه اولى اسم العضلة ايه يا جماعة؟ ترابيزيوس. موجودة فين؟ طبعا لو معرفتش موجودة فين يبقى مش عارف اشتغل. واحد بتبدأ في راسي من ورا. طب ما جايز تبدأ فوق وجايز تحت. لا هي تحت. يبقى بداية العضلة في راسك من تحت. طب وبعدين التسلسل الطبيعي يا جماعه. اما العضله تنزل من راسك هتمشي على قفاك. امر طبيعي جدا. خلاص يا دكتور خلصت قفاي يبقى هتروح ظهري. مش ده يا جماعه السوركس. تنتهي بانتهاء السوركس يعني عند الفقره تي كام يا جماعه؟ 12. كان لازم ارسم الجمجمه من تحت. مش الجمجمه يعني راسي. مش معنى من تحت ما رسمتهاش من فوق ليه يا دكتور؟ ما هو يا ابني العضله بتبدا اللور باص تحت وبدات انزل. فخط النص بالظبط. الشعب كله يعرف ان في خط النص العمود الفقري. يعرف ان الفقرات العنقيه عددهم سبعه بدايه من سي واحد لغايه سي سبعه، صح؟ وبعد كده الصدريه بدايه من تي واحد لغايه تي كام يا جماعه؟ 12. شفت بقى انا متوقع مكان العضله ازاي؟ لان انا عرفت مكانها في الاول. عرفت انها بتبدا في راسك من ورا. يوم ما تنزل هتنزل على قفاك. طب وبعد قفايا على السوركس. مش عارف ليه يا جماعه الناس فاهمه ان ده السوركس.
حرام يبقى الصورة صورة. يا واد كله اسمه صورة من قدام ومن ورا، والمتأكد انها بتخلص معاه. طب مين اللي مخليك متأكد يا دكتور ان اخر فترة استخدمتها دي كام يا جماعة؟ 12. بس في نقطة، هو انا كده مصور الصورة دي من قدام ولا من ورا؟ واحد عشان الفقرة، اتنين عشان السباين بتاع الاسكابيولا. بس معلوماتي بتقولي ان الفقرة ايه؟ اكتر حتة في الفقرة ورا الشوكة. هي الشوكة يعني يبقى المرسوم ده السباين يا جماعه، مش الفقره كامله. الفقره تمتلك سباين وتمتلك جسم، بتمتلك حاجات كتير قوي بصراحه. كونك رسمت من ورا اللي هيظهر في الصوره مين يا شباب؟ السباين. متفقين؟ العضله هتاخد اورجن من الحاجات دي كلها يا جماعه. واستنى ما افتكر معاك حاجة، لو ده العمود الفقري يبقى انا في خط النص بالظبط. ايه ده؟ يبقى انا ماشي ميديالي ولا لاترال؟ لاترال. اول عظمة قابلها بعد العمود على طول وانا ماشي لاترالي عظمة الهيوبرس ولا الاسكابولا الاول؟ طبعا الاسكابولا الاول. فرسمت حق. تعال نشوف العضله بتاخد اورجن من الكلام ده كله ازاي. شايفين يا جماعه العضله هيبقى حجمها قد ايه؟ واحد هتاخد من الجمجمه، مش انت بتقول بدات في راسك، من المثلث ده. اسمك ايه يا مثلث؟ يا اللي موجود في الجمجمة، يا لما اروح البيت هحط ايديا في الجمجمة ولا هحس كالكوع يعني محسوس. هو ما دام انت حسيته يبقى انترنال ولا اكسترنال؟ يبقى اكيد اسمه اكسترنال. يعني يا دكتور اقول اسمه اكسترنال ايه يعني؟ مش هو يا جماعه موجود في الجمجمه من ورا؟ طب ما تيجوا نشوف الجمجمه من ورا عامله ازاي؟ طبعا العينين يعني انا قدام عشان نبقى متفقين. يبقى كده الجمجمه ورا، العظمه اللي ورا اهي. اسمك ايه عظمه؟ يا اللي الكلكوعة قاعدة عليك، اسمي اوكسيبيتال. اوكسيبيتال يبقى الكلكوعة اسمها اكسترنال اوكسيبيتال. طب يا دكتور الكلكوعة يعني ايه؟ ما احنا قلنا يا ابني زمان ينفع نقول عليها تيوبيركل او تيبروست. لا يا دكتور انت مش كاتب كده. امال يا ابني اصل الكلكوعه مثلث يا جماعه، سوري هي مثلث. لو الكلكوعه مثلثه ما بنقولش عليها تيوبيركل ولا تيبروست، بقول عليها برو تيوبرانس. إذا الكلكوعة اسمها اكستر اوكسيبيتال بروتيوبرانس. عارفين ليه؟ اكسترنال عشان بره، بدليل ان انا حسيت. اوكسيبيتال عشان العظمة اللي ورا دي اسمها اوكسيبيتال، وبروتيوبرانس عشان الكلكوعة ايه يا جماعة؟ مثلثة. العضلة تطلع من هنا الأول، وبعد كده
تاخد من السباين دي كلها. ياه ده اوجر رهيب، ده خدت تقريبا نص ظهرك يا جماعه. هتاخد السباين من اول سي واحد لغايه تي كام يا جماعه؟ 12. بس يا دكتور وانا بذاكر لقيتك كاتب كل ده صحيح، بس ما جبت السيرت السباي من اول سي واحد لغايه سي سته. ليه؟ انت طنشت الارقام دي ليه؟ تعال نشوف ليه يا جماعه. من اول سي واحد لغايه سي سته ربنا بيخلق عليهم لجنان رباط. اهو رباط اهو، شفتوا يا جماعه الرباط خبى الفقرات ازاي؟ خبى السباين ازاي؟ اسمك ايه يا رباط؟ هو الاول رباط يعني لجنان، اسمه نيوكل ليجامنت. هتقول لي يعني ايه نيوكل؟ صح؟ يعني قفا. انت ترجمها على اللاب كده، شوف الترجمه تطلع حلوه ازاي؟ قفاك. نيوكل يعني قفاك. طب ما انت فعلا في القفا. يا ابني مش ده من ورا؟ ودي سيرفايكل يعني رقبه. طب ما هو الرقبه من ورا. هو ده القفا يا جماعه. احيانا يدلعوا الرباط يقولوا عليه ايه بقى؟ ليجامنتيال نيوكال. نفس الكلام بتاعهم، عايز تدلع دلع، مش عايز ما تدلعش. اذا للعضله ثلاثه اورجان. عد معايا لو سمح. البروتيوبرس عصام والنجا مظبوط. طب والسباين بقى من كام لكام؟ من سبعه لغايه كام يا جماعه؟ 12. ياه اوجن رهيب. ايه ده؟ كل ده عضلات. يلا يا جماعه بالغصب عنك وعني العضله لازم تعمل انسيرشن في الاسكابيلا. طب ما تخليها يا دكتور هيومرس فيكس. حلوه اهي. مش انا بختار القريب مني؟ الاقرب الى الاورجان عظمه. طب مين يقول لي انا كده راسم الاسكابيلا من ورا ولا من قدام؟ ايه اللي قال لك انها من ورا؟ اما تيجوا نشوف حاجه كده. السباين اما كان بيخلص بيدين العظمه التخينه دي اسمها ايه يا جماعه؟ اكروميوم. وخدنا زمان ان عظمه الاكروميوم بتمسك في عظمه الكلاب. الكلاب مالكش دعوة بتمسك ازاي، برضه مش وقت. انما الحقيقة اللي انا عارفها ان عظمة الكلافيكل لازم تتقابل مع عظمة ايه يا جماعة؟ الأفضل. خلاص كمل رسمتك يا دكتور، ما تخافش. حاضر. ما دام انتوا بقى عرفتوا كده، ما دام ده السباين يبقى ده الاكروميوم حقي، وما دام ده الاكروميوم يمسك في عظمه مين يا جماعه؟ الكلام حقي. مش ده الاتفاق؟ مين يقول لي الفايبر في العضله دي هتبقى كتيره ولا قليله؟ ده بالهبل. كل ده مش عاجبك؟ معنى كده ان انا عايز اماكن كتير اعمل فيها انسيرشن.
وما لو انت الفايبر فين؟ ايه رايكم تمشوا معايا في الترتيب اللي انا هقوله دلوقتي؟ هو ده مين يا جماعه؟ السبايدر. انا دلوقتي ماشي على الابر بوردر بتاع السبايدر. اهو خلص. بصوا هيوصلني ليه اوتوماتيك؟ اوتوماتيك. هيوصلني للخط ده. الخط ده تبع عظمه ايه يا جماعه؟ ميديان ولا لاترال؟ محدش قال. ميديان. والخط ده يوصلني لعظمه مين يا جماعه؟ الكيرف. شفت الترتيب حلو ازاي؟ الابر بتاع السباين يوصلني للميديان بتاع الاكروبي. يوصلني للبوردر دي في عظمه مين يا جماعه؟ الكلام. يلا ناخد الفايبر ونروح له. فايبر بالهبل اهي. خلاص يا دكتور عرفنا. لا مش خلاص يا دكتور، كفايه بقى عرفنا انها فايبر بالهبل. معلش الاحساس لسه ما وصلكش. لازم الاحساس يوصل لك انها بالهبل. اهي. خلاص دكتور بالهبل. خلاص. انا كده يا جماعه يعتبر ما رسمتش حاجه. انا رسم عينات من فايبر. شفت الفايبر مسكت فين يا اخي؟ عضله كبيره. مسكت في الابر بتاع السباين. وداني للميديان بتاع الاكروبي. وداني للبوردر دي في عظمه ايه يا جماعه؟ الكلام. ثلاثه اورجن وثلاثه انسيرشن. ثلاثه وثلاثه هو احسن منها. فاضل لي في العضله دي النيرف سبلاي والاكشن. العضله بما يرضي الله بدأت في راسك ولا ما بدأتش؟ بدأ. السنة الجاية هنعرف انه بيطلع في راسنا 12 عصب من مخنا. بياخدوا ارقام من 1 ل 12. اهو عند راسك من فوق هتلاقي 1 2 3 لغاية ما توصل لرقم كام يا جماعة؟ 12. حد يقدر يقول لو الأعصاب اللي طالعة من مخنا واخدة أرقام من 1 ل 12 هي العضلة بدأت في راسي فوق ولا تحت؟ تحت. تستفيد من رقم 1 ولا من رقم 12؟ من 12. بس السنة الجاية 12 ده بيغذي عضلات اللسان بس. اللسان بس. يبقى 12 ما ينفعش. مع ان هو منطقي بصراحة. شد. ما دام 12 ما ينفعش يبقى الأمل في رقم كام؟ 11. رقم 11 ده أتفه واحد في اخواته. ما اخواته 12. عارفين يا جماعه لما نبقى 12 طفل في البيت وانت الحقير اللي في البيت متخيل معامله اخواتك ايه؟ مامتك عايزه طرفان. نبقى التفه يا جماعه. أتفه واحد. وفعلا السنه دي عملت الأتفه. بنقول عليها مش لازمه. اكسسوار زياده. مش اساسي. هو كلمة اكسسوار يعني ايه يا جماعة؟ اكسسوري. يبقى رقم 11 اسمه اكسسوري. هنا فاضل الاكشن. الاوريجن اهو والانسيرشن اهو. طول عمري بقول لك نشد الانسيرشن ناحية مين يا جماعة؟ الاورجن. يلا نشد سوا.
تنساش انا اقول اوشن اهو انا عشان اهو لا الانسيرشن اهو الاوشن اهو لا الانسيرشن اهو الاوشن عشان دي ازاي اوشن كبير قوي يا جماعه طبعا لو انت شديت كده غير اما تشد كده صح طب والحل ان يبقى العضله فايبر كتير والاوشن بالهبل لازم نقسمها مجموعات العضله دي هنقسمها الابر فايبر ولور فايبر وميدل فايبر اوعى تاخد الاكشن على بعضها هو انت هتشد ازاي ها يلا نخلي اللي يشتغل بس الابر فايبر الانسيرشن اهو والاوشن اهو شدة انسيرشن ناحية الاوشن الاسكابيولا يحصل لها الفيجن ولا ديبريشن؟ الفيجن خلاص يلا يا جماعة نشغل اللور فايبر بس اهي الاوشن اهو والانسيرشن اهو شدة انسيرشن ناحية الاوشن الاستابل يحصل لها الفيجن ولا ديبريشن؟ ديبريشن. تعالى بقى نشغل الميدل فايبر. ركز معايا قوي في الميدل فايبر. حد عنده شك ان الاستابل ورا؟ طبعا ورا. حد عنده شك ان السباين ورا؟ طبعا ورا. اوعى تفتكر ان هما at the same level لا السباين بتبقى ورا سنة زيادة يا ترى مستوى السباين نفس مستوى الاسكابيولا لا السباين بتاع الفقرات بيبقى ورا سنة زيادة معنى كده ان الاورجن لو قارنته بالانسيرشن الاورجن يعتبر ورا والانسيرشن يعتبر ايه؟ قدام شد الانسيرشن اللي قدام ناحية الاورجن اللي ورا الاسكابيولا بتتحرك لورا حد فاكر حركة الاسكابيولا لورا كان اسمها ايه؟ ريتراكشن حركة الاسكابيولا لورا اسمها ريتراكشن شفت بقى انا شغلت العضلة فايبر ازاي؟ هو يا جماعة كبيرة اشتغلها ازاي؟ قسمتها الابر ولور وميدل نظرتك الاولى هتقول ان السباين في نفس مستوى الاسكابيولا لا السباين ورا مستوى الاسكابيولا بسنه بسيطه ولو ما كانش كده عمر ما الاسكابيولا تتزق لورا وحركتها لورا اسمها ايه يا جماعه؟ المعلومة الأخيرة مهمة جدا. زمان خدنا عظمة الاسكابيولا دي وخد عظمة الهيومرس أليف كده أنا عملت أبدكشن كم درجة؟ 90. بصوا أنا هعمل 180 اللي هيحصل هو لما عملت 180 الراس بتاعت الهيومرس سابت الاسكابيولا ولا لا؟ المفصل اتخلع ولا لا؟ المشكله عندك من 0 ل 180 ولا من 90 ل 180؟ من 90 ل 180 طب والحل؟ طب ما احنا خدنا الحل قبل كده قلت لغايه 90 لا مشكله اتفرج بقى 180 تحصل ازاي؟ الاسكابيولا
لازم تلف لاترال كيس. اما لفت لاترال ارفع براحتك. حد فكر مين العضله اللي خلت الاسكابولا تلف لاترال؟ اكسر. لازم ما تقولش سريتس. تحدد مين في السريتس بالظبط. فاكرين اخر خمس حتت؟ اما كانوا ماسكين في الانفيريور انجل وقلنا لماذا هذا الاستحام؟ يبقى اللي بيعمل روتيشن للسكابيو اللور فايف ديجيتيشن اوف سيرفيتس، وعن طريقه بقدر ارفع الهيومرس فوق راسي، يعني بعمل ابدكشن من 90 ل 100. وايه يا جماعه؟ متبانين. عارفين مين يقدر يساعد السيرفيتس؟ بس بيساعدها خفيف خفيف. السيرفيتس اهم. الابر فايبر واللور فايبر بتاعت الترابيزيوس. الفايبر اللي فوق، عارفين يا جماعه لو الفايبر دي اتحركت ممكن يلففوا الاسكابولا شويه، فيعملوا كده سبورت لعضله مين؟ السيريتس. ايوه السيريتس الاساس. بس ما انكرش ان ممكن يحصل مساعده من الابر فايبر بتاعت الترابيزيوس واللور فايبر بتاعت الترابيزيوس، وكل ده يخليك ترفع ايدك فوق راسك، يعني تعمل ابدكشن من 90 ل 100. وايه يا جماعه؟ متبادل. افتح سعادتك المتبادل. هنسمع دكتور الانستروموز. اوعوا تبقوا مش مذاكرين. ثلاثة وخمسين. ثلاثة وخمسين. عندي رسمة. هتلاقوا مرسوم في الرسمة الشريان ده. شوفوا لي كده اسمه ايه في الرسمة؟ سب سكابيولا صح؟ وهتلاقوا في الرسمة طالع منه الشريان ده. اسمه ايه يا جماعة عندكم؟ سيركمفليكس سكابيولا. امال انت يا دكتور عايز تزود ايه؟ عايز ازود ده، بص هتسوي ازاي؟ طلعوا من السب سكابيولا ونزلوا لغايه الانفيريور انجل. كده بالظبط. زودوا الازرق ده في الرسمه. اوكي؟ اكتبوا عليه. سوراكو دورسال ارتري. سوراكو دورسال ارتري. سوراكو دورسال ارتري. ايه اللي بالصفحه؟ كنا حاطين على الصفحه علامه استفهام. اشطبها بقى. وهات الباقي. اشطب علامه استفهام في الصفحه. علامه استفهام. طب ما هي دي اللي انا عمال اشرح بيها من الصبح. هات البيان رقم خمسه. سوبرفيشيال برانش. اكتب، حط خط تحت سوبرفيشيال، اكتب مسؤول عن جلد الرقبه. مسؤول عن جلد الرقبه. البيان اللي تحتيه دي برانش، حط خط تحت دي مسؤول عن
عضلات الرقبه. ثمانية وخمسين في نص الصفحة. دور على أرض واخد رقم كبير اسمه سوراكو دورسال. اكتب الرسم صاد 53. احنا زودناه بقى في الرسم. الرسم صاد 53 61. الصف طبعا انا بعلم حاجات من الحصه اللي فاتت وقبل كله ده لسه كل ما دخلت الحصه اصلا. هات السطر رقم 5 في 61 هتلاقي خط محطوط تحت سايرو سرفايفل كلاب. طلع منه سهم على اي حته فاضيه. اكتب يسمى بهذا الاسم لانه موجود في الرقبه. حط خط تحت رقبه واكتب يساوي سيرفايكال. ومسؤول ايضا عن السيرويد جلاند. حط خط تحت كلمة سيرويد. في نص الصفحة عنوان اسمه سايتس اند فورميشن صح؟ اكتب عليه الرسم صاد 54 54 اقلب الصفحة. السطر السادس دور على كلمة تمبوراري اكلودد. تمبوراري يعني مؤقت. المفروض يا جماعة عرفنا الكلام ده يعني مؤقت. واكلودد يعني مقفول او مغلق. مغلق. اقلب الصفحه هتلاقي رسمه. دور في البيانات على ايدك اليمين على حاجه اسمها جلينويد كافيتي. اكتب على الجلينويد كافيتي الذي يستقبل هيد اوف هيومرس. هيد اوف هيومرس. اقلب الصفحه. اخر صفحه مكتوب ستاليك بي. حط تحتيه خط مع ان انا كاتبه قبل كده. اكتب وليد موجود اون ذا لاترال سايد. اون ذا لاترال سايد اوف. عبرني. اون ذا لاترال سايد اوف عبرني. رسومات بقى هات لي بقى 67. 67 انت مش هتاخد غير رسمة الترابيزيس النهارده بس. هات كده الرسمة من فوق خالص أول بيان. اقرا كده أول بيان على إيدك اليمين مكتوب إيه؟ External Occipital Tuberance. هو اسمه Tuberance ولا Pro Tuberance؟ زود الـ BRO. زود الـ BRO. اقلب الصفحة. هات السطر رقم 6 في الصفحة كلها. مكتوب ليجامنتيا ميوكا. اولا ترجم كلمه ميوكا يعني قفا. قفا. اقرا كده مكتوب معايا ايه؟ امشي بالاسهم معايا. رباط. كلمه رباط ناقصه حرف الراء. رباط. شوف هتقراها ايه؟ باط. باط. رباط. كله زود الراء يا جماعه. رباط يمتد حتى سي 7 يمشي كده معايا بالسهل ويغطي الفقرات من رقم 1 حتى رقم 6 يمشي معايا بالسهل.
ولذلك من رقم سي واحد حتى سي ستة لا تشارك. صح؟ هات الاكشن في الصفحة تحت. اول اكشن The upper fiber elevates the scapula. هي كلمة elevate يعني يرفع. And the shoulder اللي مش عارف shoulder يترجمها الكتف. الكتف. وهذا السطر الرابع من تحت. اقرا كده معايا. The upper and lower fiber of trapezius مع حط خط بقى. Lower fiber digitation of serratus anterior. هنكتب ايه يا جماعه على الخط؟ اف انصر ص 21 السطر الثالث من تحت. امال اسئله تبص على 21 كلها؟ طب فاضي السطر الثالث من تحت، ويبقى احنا واقفين عند تبدا الصفحه مع الاسئله.